إذا نظرنا إلى الأمور بتعصب أعمى سوف يقودنا هذا التعصب إلى إغفال الحقائق، إلى إغفال الأسباب، وإلى تبسيط الأمور بحيث أنه نتصور أن قضايا مهمة ومعقدة ولها أسباب وتشابك في هذه الأسباب نبسطها في أمر جزئي بسيط، وذلك من منطلق طائفي. وينتج التعصب الأعمى أنه يسبب أن يمنع الإنسان نفسه من المعرفة والعلم الذي ينتجه الآخرون. الآخرون هم أيضا بشر كما نحن بشر، هم بشر كما أن الله عز وجل أعطانا قدرات فكرية كذلك أعطى الآخرين القدرات الفكرية، وقال سبحانه كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. عطاء الله عز وجل ليس مخصوصا بناس دون ناس وشعب دون شعب وأصحاب ديانة دون أصحاب ديانة، وإنما الله عز وجل وزع الخيرات أجمع على الناس أجمع، فكما أننا نفكر وننتج كذلك الآخرين أيضا يفكرون وينتجون، وكما أنه نحن قد نتوصل إلى حقائق علمية، حقائق اجتماعية وحقائق أخرى كذلك الآخرون. فنحن لو تعصبنا ونظرنا إلى الآخرين بنظرة غير موضوعية سنحرم أنفسنا من الإنتاج العلمي والمعرفي للآخرين، كما هذا يشاهد في كثير من المسلمين الذين هم يتعصبون تعصبا أعمى، نراهم يرفضون الإنتاج الفكري للآخرين، يمنعون كتبهم. إذا تذهب إلى بعض المكتبات لبعض المسلمين تجد أن هذه المكتبة حصرت نفسها في إنتاج فكري لمجموعة خاصة التي أصحاب تلك المكتبة يتبعون تلك المجموعة فكريا ومذهبيا، ومعنى ذلك أنه يحرمون أنفسهم من الإنتاجات الفكرية للآخرين، مع أن الله عز وجل في القرآن الكريم يقول الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يستمع أقوال الآخرين ثم يتبع أحسنها. والقرآن الكريم حينما نشاهده ينقل آراء الكفار، ينقل آراء المشركين، ينقل كلامهم ثم يفند هذا الكلام، ولم يحصر نفسه في أن يذكر فقط وفقط الحقائق الإلهية، وإنما أيضا تطرق إلى الآراء الأخرى وذكر تفنيد تلك الآراء الأخرى بلسان علمي وليس بتعصب أعمى. الإنسان إذا حرم نفسه من إنتاجيات الآخرين فإنه سيحرم نفسه من التطور، سيحرم نفسه من التقدم، وتقدم البشرية إنما يكون بتلاقح الأفكار، وهذه الأفكار حينما يكون هناك أخذ ورد واستفادة تتطور. فإذا الإنسان حصر نفسه في مجموعة خاصة وفي كتب مجموعة خاصة ومحاضرات مجموعة خاصة فإنه حينئذ سيمنع نفسه من العلم الذي ينتجه الآخرون. ولذا نجد أن القرآن الكريم والأحاديث الشريفة تؤكد على أنه إذا رأيت حقيقة وحكمة عند أشخاص لا ينتمون إليك وحتى إذا لم يكونوا مسلمين فأنت أولى بها، خذها منهم وتعلمها. الرسول صلى الله عليه وآله ينسب إليه أنه قال اطلبوا العلم ولو في الصين، والصين في زمان الرسول كانوا كفار مشركين، والآن أكثر أهل الصين أيضا ليسوا مسلمين. وفي الحديث الشريف الآخر الحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها عند منافق فهو أحق بها، يعني إذا نطق المنافق بكلام وكان هذا الكلام حكمة فأنت أيها المؤمن خذ هذه الحكمة. ولذا نجد في نص آخر لا تنظر إلى من قال بل انظر إلى ما قال، لا تنظر إلى أن هذا القائل من هو، هل هو من جماعتي أو ليس من جماعتي،
هل من مذهبي أو ليس من مذهبي، هل من ديني أو ليس من ديني، وإنما أنظر إلى ما قال، أنظر إلى الكلمة التي نطق بها. فإذا هذه الكلمة التي نطق بها كانت حقا، حتى إذا صدرت من غير من أتبعه مذهبيا أو دينيا، أو غير من يتبعني مذهبيا أو دينيا، إذا كانت الكلمة حقا فآخذها. وإذا صدرت هذه الكلمة من شخص هو من جماعتي، من أتباعي، أو أنا من أتباعه، وهذه الكلمة صدرت من شخص يشاركني في الدين أو في المذهب أو في المعتقد، ولكن هذه الكلمة لم تكن كلمة حق، وإنما كانت باطلا أو كانت خطأ، ينبغي علي أن أرفضها، لأنه لا تنظر إلى من قال بل انظر إلى ما قال.